رفعت الفلبين مستوى التحذير إلى المستوى الرابع بشأن بركان جبل مايون، محذرة من ثورة عارمة خلال أيام ووسعت من نطاق المنطقة المحظورة. جاء ذلك بعد تأكيد العلماء من تنامي المؤشرات على اقتراب موعد انهيار الفوهة البركانية وانطلاق الحمم، وأصدرت الحكومة قرارا يقضي بتوسيع دائرة الحظر المفروضة حول البركان إلى 10 كيلومترات إضافية، كما قامت بإجلاء أكثر من 40,000 شخص يمثلون نحو 85% من سكان المنطقة إلى مراكز إيواء مؤقتة.